المرأة المصرية أثرها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثمارتها وهديتها للحياة. ازاي اسرتي انا رايحه امريكا؟ ده انا فرنسا ما رديوش. انا مش هقدر اجيب كل المصريين اللي في بلدي يدرسوا هنا، بس اقدر اجيب لهم العلم اللي في اوروبا واجيب اساتذه اوروبا يروحوا مصر. هي دي وثيقه ميلادنا ووثيقه وجودنا، لو السلسله الوثيقه دي ضاعت خلاص ابني مش هيفتكر مين كان جده. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان اللي بنقدم من خلاله حضراتكم في شهر رمضان المبارك قصص كفاح ونجاح سيدات من مصر. بطلة حكايتنا النهاردة هي الدكتورة هالة غنيم، أستاذ مساعد الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا. قصة كفاح عظيمة جدا من أجل العلم، بدأت من كلية الآثار بجامعة الفيوم وصولا إلى جامعة روجر ويليامز بالولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسة البكالوريوس، ثم جامعة هاواي للحصول على الماجستير، وانتهاءا بألمانيا وتحديدا جامعة ماربك للحصول على الدكتوراه في التراث. النهاردة الدكتورة هالة غنيم يشار ليها بالبنان كواحدة من أشهر أساتذة حفظ التراث في العالم وخاصة في أوروبا وأمريكا. خليكم معنا. الدكتورة هالة غنيم هي أستاذ مساعد علوم الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا، نموذج للسيدة المصرية المكافحة اللي اختارت طريق العلم وأخلصت ليه وعملت المستحيل عشان تكمل دراستها في أعرق جامعات العالم، والنهاردة بقت يشار ليها بالبنان وأشهر جامعات العالم تتمنى انضمامها ليها، وبتشق طريقها بقوة نحو الأستاذية، وده أهم ألقاب علماء العالم. وبالمناسبة جامعة دريسدن واحدة من أكبر 10 جامعات في ألمانيا ومن أقدم الجامعات التقنية في أوروبا، وانضمت ليها كأستاذ زائر من حوالي سنة وحصلت على الزمالة وفازت بمنحة ماريا رايشة أشهر عالمة آثار في ألمانيا. وحالياً الدكتورة هالة غنيم بتنفذ مشروع خاص بآليات السياسة الثقافية الموجهة للعالم العربي من قبل جمهورية ألمانيا، وهي مدير برنامج الدراسات الثقافية الدولية بجامعة دريسدن. كمان هي درست تاريخ الفن وحفظ التراث في جامعة روجر ويليامز بالولايات المتحدة الأمريكية، ده بعد حصولها على منحة من وزارة الخارجية الأمريكية خلال دراستها بكلية الآثار في جامعة الفيوم، واللي تقدم ليها 3000 دارس مصري وخدوا منهم 11 دارس فقط و150 دارس من العالم كله. والمبهر إنها كانت من أوائل جامعة روجر ويليامز، وبعدها حصلت على منحة من جامعة هاواي لدراسة الماجستير في تاريخ الفن وحفظ التراث، وتعينت فيها معيدة لمدة سنتين، وبسبب تفوقها الواضح جدا عينوها كمديرة لبرنامج الدراسات الثقافية الدولية. أما الدكتوراه فحصلت عليها الدكتورة هالة غنيم في حفظ التراث العالمي من جامعة ماربك بولاية هيسن في ألمانيا، وحصلت عليها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. قابلناها في ألمانيا، تعالوا نتعرف عليها. دكتورة هالة غنيم، أستاذ مساعد حفظ التراث في جامعة دريسدن الألمانية. ما ينفعش أبقى في ألمانيا وما قابلش حضرتك، حضرتك نموذج يشرف للسيدات المصريات. رحلة طويلة جدا بدأت من الفيوم
وامتدت إلى أمريكا، والنهاردة بقالنا 8 سنوات في ألمانيا. حكي لنا الرحلة وإيه إصرار حضرتك على إنك تعلمي العالم يعني إيه حفظ التراث؟ أولاً أهلاً بيكم في ألمانيا، نورتوا ألمانيا. هي الرحلة ابتدت من قرية صغيرة في المنوفية. أنا مولودة في قرية طملاي، محافظة المنوفية، مركز منوف. ومن صغري كان والدي يعني بيشجعني على فكرة إنه الرسم، الفنون، كان هو مهتم أوي بتنمية الجانب التعليمي، وكان دايماً بيقول لي نفسي أشوفك دكتور. قلت له بس أنا بحب الرسم. قال لي دكتورة عالمية في الرسم. توفى وأنا في السابعة، وبعديه بفترة قليلة. سبع سنوات كنت في تانية ابتدائي، وبعديه بفترة قليلة توفت والدتي، كنت في الإعدادية. كام أخ وأخت؟ إحنا اتنين بنات وولد. طبعا يعني أنا وأختي انتقلنا لرعاية خالتي أخت ماما، وأحمد أخويا اللي رعاية عمامي في المنوفية، في أسرتي. قسمنا في البيوت بتاعت الأسرة بالضبط. خالتي لأنها حرمت من التعليم في سن صغيرة، كانت مصرة على إني أنا وأختي نكمل تعليمنا الجامعي، فكانت بترفض كل مقترحات إخراجنا من المدارس علشان الزواج ونتجوز ونتستت المسار التقليدي لأي بنت في قرية مصرية. فجت لي منحة أول بعد ترتيبي الرابع على الإدارة التعليمية بمدينة منوف، جالي منحة مدرسة المتفوقين في القاهرة. برضو من الخوف قالوا لا مش هينفع تسافر، البنت تقعد هنا وتكمل هنا. في ثانوية عامة جات لي منحة تانية لفرنسا، برضو دي بقى لو يعني ما خليناهاش تروح القاهرة، هنوديها فرنسا. بعد كده لما قلت لهم بعد الثانوية العامة أنا عايزة أدخل فنون جميلة، فكانت بالنسبة لهم حرام. كده يعني أنت ضاع منك فرصتين مهمين جدا. صحيح، مدرسة المتفوقين وبعثة إلى فرنسا. بالضبط، يعني لو كنت خديهم كان زمانك النهاردة رائدة فضاء مثلا. تفضلي. فأنا عايزة أدخل فنون جميلة، لا هتدخلي تربية أو هتدخلي علوم. وفعلا رحت علوم ترم مثلا، ما قدرتش بقى، وأنا بحب الشغل الخاص بالرسم، بالفنون، بالتراث، لأني كنت بحب قراءة التاريخ جدا، وكنت متفوقة في مادة التاريخ. فلا أنا عايزة أكمل بقى فنون وتراث. دخلت كلية أثار، حولت من وراهم يعني كلية أثار. وحولت من؟ من علوم المنوفية لأثار الفيوم. أثار الفيوم. لكن في النهاية هم يعني اكتشفوا. يعني كان سرك دايما مع خالتك. خالتي وأختي الصغيرة. وأختك الصغيرة. بعد السنة الأولى في كلية أثار جامعة الفيوم قسم ترميم، جالي جواب من شؤون الطلبة إنه أنا مرشحة لمنحة للفول برايت كوميشن وزارة الخارجية الأمريكية. ورحنا، فوزعوا لينا الاستمارات اللي هنملاها. ساعتها ما كانتش إلكترونيك، كانت استمارات بتتملي بالإيد. فأنا خدت الاستمارة وحطيتها على رجلي، وبصيت لزميلتي فبتقول لي ايه مش هتمليها؟ قلت لها لا مش هملاها. فقالت لي ليه؟ قلت لها عشان انت عارفه نهايه القصه، يعني في كل قصه بتنتهي انه مش هروح. قالت لي لو هاله مش هتروح مين هيروح؟ فهنملى الاستماره سوا. ومليناها فعلا. كنت الوحيده اللي طلعت السنه دي من جامعه الفيوم. كان متقدم للمنحه انا عرفت بعد كده حوالي 3000 طالب من انحاء الجمهوريه، وبعد كده اخذوا من ال 3000 11. حضرتك كنت منهم؟ أنا كنت منهم الحمد لله. فالخطوة الثانية وهي الأكثر صعوبة، يعني أنا ممكن أقول حضرتك أنه كنت بعمل إزاي أسرتي أنا رايحة أمريكا، ده أنا فرنسا مراديوز. أنا عايز أقول حضرتك أني ما كنتش بستخدم تليفون البيت عشان ما يعرفوش، كنت بروح أتكلم من سنترال في آخر البلد، فبمشي بتاع كيلو ونص رايح وكيلو ونص جاي. أنت جواكي إصرار وتحدي قوي. لما خلصت الإجراءات وخلاص فاضل بقى الباسبور، فلازم الوصي الشرعي يكون موجود عشان أطلع باسبور. فروحت لخالتي قلت لها أنا مفروض أسافر، مش هكذب عليكي أنا رايحة منحة لأمريكا، بس مش هقدر أقول لهم إن أنا رايحة أمريكا عشان هيرفضوا. قالت لي طيب أنا معاكي، وأنا مش هقدر أمنعك بقى خلاص، لأن أنا كنت ساعتها أنا واخدة القرار هسافر يعني هسافر. وفعلا عملت لي الباسبور، وقلنا لهم إن أنا رايحة زيارة تبع الجامعة بما إني كلية آثار للمسجد الأموي في دمشق. كان عندي أستاذ الله يرحمه كان عميد الكلية ساعتها عبد الحليم نور الدين. ده من عظماء الأثار في مصر طبعا. قال لي لو كلموني هقول لهم ان انت رايحة دمشق عشان تسافري. وفعلا وصلوني للمطار سلام سلام اسبوع ورجعة. رحت بقى كملت ما رجعتش. درست ايه هناك بقى؟ جامعة ايه اولا ودرست ايه؟ كانت جامعة روجر ويليامز، كان تخصصي تاريخ فن وحفظ تراث، وبعدين اخدت منحة تانية من جامعة هاواي عشان اعمل ماجستير. انت حاصدة شهادات، كملي. من رود ايلاند لهاواي برضو تخصص تاريخ فن وحفظ تراث، كنت بركز فيه على ما يسمى بالتراث الغير ملموس، الفولكلور، الفنون، الحرف، كل الحاجات دي، بس كنت بركز عليها من جانب الهدف السياسي ليها. أقدر أجيب لهم العلم اللي في أوروبا وأجيب أساتذة أوروبا يروحوا مصر. بتقولي الألمان على مصر من تبليهم؟
أقدر أجيب لهم العلم اللي في أوروبا وأجيب أساتذة أوروبا يروحوا مصر. بتقولي إيه الألمان على مصر متقبلين؟ هي مصر استفادت من علم حضرتك؟ ولا لسه؟ يعني أنا شغالة على مشروع بقالي فترة طويلة من 2018 سوفر الحمد لله حققنا فيه خطوات فاعلة اللي هو؟ مشروع التراث الثقافي في الفضاء السيبراني أو نقول عليه الفضاء الرقمي، بيهدف لرقمنة وترويج التراث الثقافي المصري وحفظه، بيمبني على ثلاث محاور: الحفظ إن هو يرمم ويحافظ على الأثر أو على التراث الغير ملموس أو التراث الكتابي، التعليم إنه يربي كوادر مستقبلية في بلدنا تقدر تحافظ على ده. أنا مش هقدر أجيب كل المصريين اللي في بلدي يدرسوا هنا، بس أقدر أجيب لهم العلم اللي في أوروبا وأجيب أساتذة أوروبا يروحوا مصر. صحيح. ويدولهم كورسز يدربوهم، فعملت شركات مع مؤسسات ذاكرة هنا في ألمانيا ومتاحف ومكتبات. هنبدأ بإن إحنا نشوف إيه أكثر احتياجاً للترميم والحفظ ويكون لي فائدة لمصر وللعالم، فنبدأ نشتغل على ترميمه زي التراث الكتابي، التراث المكتوب. إحنا عندنا مكتبة من أغنى مكتبات العالم، دار الكتب والوثائق القومية، عندنا مؤسسات ذاكرة تستحق أنها تكون على الخريطة، لأن دي هي مصادر قوتنا الناعمة. فالخريطة الدولية إن إحنا نبقى بلد منتج للعلم ومنتج للثقافة مستمر حتى بنتوارث، ده دليل على إنه وصلنا رسخة. الحاجة الثالثة كانت أو المحور الثالث كان الأكسس اللي هو الإتاحة، علشان يعرف إنه هو يبقى الباحث اللي في ألمانيا اللي في أمريكا اللي في أستراليا عنده أكسس للتراث بتاعنا ويقدر من خلاله هو كمان يتعلم. فبقى مصر indirectly علمت أجيال برة في أوروبا وربطتهم بيها، وده كان تقليد بيعملوه حتى قدماء المصريين، كانوا بيجيبوا ناس أبناء ملوك يعلموهم في بلادنا. فبقى عارفة أن في جامعات ألمانيا وفي وسائل ذاكرتها المستقبلية وحتى في دوائر صنع القرار الثقافي في كوادر المشروع ده بإذن الله يكون خرجها. العودة إلى القاهرة بعد أمريكا، حضرتك رجعت القاهرة وبعدين؟ بعد أمريكا رجعت القاهرة، اشتغلت في مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية لسنتين. تمام. اشتغلت على مشروعات دولية مع الفريق طبعا تحت قيادة الدكتور العظيم صالح لامع مصطفى، ترميم قلعة أربيل، وده كان مشروع لليونسكو، مشروع إعادة تأهيل أو كان مشروع لإعادة تأهيل استراحة الملك فاروق عند الهرم الكبير، كان برضو في مشروع لإعادة تأهيل باب العزف، منطقة باب العزف في القلعة. بعد كده يعني رجعت أمريكا، رجعت ألمانيا. عندي سؤال كده قبل ما نقول إن رجعنا ألمانيا، متحف زي ده اتهدم بالكامل في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وتم إعادة تأهيله، ولدرجة إن اللون الأسود ده علامة إن ده اتحرق، صح ولا لا؟ صح. دور حضرتك ان انت ترجعيه تاني عشان الناس تبقى فاهمه. طبعا اكيد تحشيد العالم ان هو يرجع اثر عالمي زي ده، تمويل من كل حته في الدنيا. يعني انا عايز اقول لحضرتك، اول ما ابتديت المشروع انا ابتديته بعد حريق، او الفكره اللي يعني اللي حصلت اللي خلتني ابدا المشروع كان حريق المجمع العلمي عندنا، وكان دايما عندي الهاجس لان كان الفيديو بتاع المجمع العلمي كان بالنسبه لي كابوس. هنا في برلين في دريسدن، ودي كان حصل لها يعني كاربت بومينج، انتهت على الارض، كانت جراوند زيرو. بنوها من الاول، عشان كده انا احب ان اصادف حضرتك في الجامعه وفي دريسدن عشان تشوف بنوا المتاحف بنفس التراث، كانوا في عز الحرب وتحت الغارات عشان هم مؤمنين بفكره الهويه الوطنيه وباهميه الفنون. كانوا الستات بياخدوا اللوحات يخبوها ويجروا بيها ويخبوها عشان ما تتدمرش. نفس القصه حصلت في لايبسك، نفس القصه حصلت في هالة. الغرب واعي لأنه ده مصدر من مصادر قوتنا، قوتهم النعمة وقوتنا إحنا. إحنا أغنى، هي يعني تستحق إنها ترى ويتم حفظها الأجيال المستقبلية. هي دي وثيقة ميلادنا ووثيقة وجودنا. لو السلسلة الوثيقة دي ضاعت خلاص ابني مش هيفتكر مين كان جده. فيعني الهوية القومية. بدأنا رحلة ألمانيا دكتور، عملنا إيه بقى؟ رحلة جديدة وحياة مختلفة وجو متكتك برد زي ما احنا واقفين دلوقتي، ولكن عندي إصرار إن أنا أعمل حاجة. خدنا الدكتوراه من هنا صح كده، من جامعة دريسن، احكي لنا عنها وتخصصها ايه وافادتك ازاي. اشتغلت في الدكتوراه على ميلاد فكرة السياسة الثقافية في عهد محمد علي باشا، فركزت على ازاي محمد علي وظف الآثار والتراث لصورته الشخصية علشان يستغل الجنون العالمي بالحضارة المصرية القديمة في بدايات القرن التاسع عشر عشان يحصل على الاعتراف الدولي به حاكم لولاء لبلد مستقل عن الإمبراطورية العثمانية اللي هي مصر. وانتهت الرسالة بتاعت حضرتك على إيه؟ إنه المعتقد السائد بإن اللوحة كأداة سياسية دخلت لوطننا العربي عن طريق إسطنبول مش حقيقي. بالعكس، في نفس التوقيت كانت مصر في القرن التاسع عشر
بإيد محمد علي بتستخدم الثقافة البصرية كنوع من أنواع الدعاية السياسية، وإن القوى الناعمة هي موجودة من آلاف السنين ولكن خدت المصطلح الحديث بعد حرب العراق، لكن قبل كده كانت موجودة. رسومات المتاحف المعابد بتاعتنا، رحلة حتشبسوت لبلاد بونت كانت برضو جزء من الأجندة السياسية، بيأثر بالبصر لأن مش كل واحد هيعرف يقرأ. بتقولي الألمان على مصر بتقابليهم؟ دايما بقول لهم إن لسه في كتير قوي عشان تشوفوه، ولسه في كتير قوي عشان تكتشفوه، وهنحتاج إن احنا نتعاون لأنه ده المجال اللي هيخلينا نتعاون بشكل يبني تراث أو يحافظ على تراث إنساني للعالم كله مش لبلدنا بس. ساعات كتيرة بقعد أكلمهم عن الفرص الاستثمارية في قطاع التراث، لأن احنا عندنا فرص استثمارية كبيرة في قطاع التراث، إحياء حرف تقليدية، وهنا طبعا في أوروبا وفي ألمانيا بالتحديد الناس مجنونة في فكرة الهاند ميد. بتكلم عن رغبة الجامعات المصرية في إنها تتطور خصوصا في قطاع التراثي، حابين يشتغلوا. وزارة الآثار نفس القصة، حابين برضو. يعني اللي أنا لاحظته فعلا في المرحلة دي وبدون أي مجاملات، إنه في ناس أوريدي جايين بفكر عايزين يطوروا، فده الوقت اللي نقعد كلنا فيه مع بعض ونفكر هنعمل إيه لبكرة ولبلدنا. إحنا عندنا مش بس الرغبة في العلم، عندنا الرغبة في إن إحنا سبحان الله نعافر عشان الحاجة اللي إحنا عايزينها. دكتورة عقرب بس خلاص، شكرا. خلينا نتنقل مرحلة تانية في الحوار. شكرا. بنتابع علمائنا المهاجرين ولا لا؟ وبكل حياد. بنتابع علمائنا المهاجرين ولا لا؟ وبكل حياد. دكتورة هالة غنيم أستاذ مساعد علوم الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا. حياتها الخاصة فيها ارتباك من حوالي 8 شهور، وخصوصاً بعد انفصالها عن زوجها اللي كان بينهم قصة حب كبيرة فعلاً، ودي نقطة الضعف الوحيدة في حياتها. أما أي تحدي بتواجهه في الغربة فهي قده ونص. حتى العنصرية اللي بتواجهها في ألمانيا وقبلها أمريكا طلعت من معاركها منتصرة، وأثبتت إن المرأة العربية مثقفة وواعية وتستحق أفضل المناصب. دكتورة هالة غنيم، أستاذ حفظ التراث في جامعة دريسدن بألمانيا. دكتورة لسه مكملين مع حضرتك لقاءنا، اتكلمنا عن تحركنا من مصر لأمريكا لألمانيا واستقرارنا هنا لفترة كبيرة جدا، ولكن عايز أعرف، احنا بنتابعك، بنتابع علمائنا المهاجرين ولا لا؟ وبكل حياد. خليني أقول إن في زي طفرة في التعامل مع الباحثين. بدأنا نشوف برامج بترعاها وزارة التخطيط ووزارة الهجرة زي البرنامج والرئاسة الجمهورية طبعا. زي البرنامج الرئاسي لتأهيل المصريات بالخارج للقيادة، واللي أنا شرفت بإني أكون عضو من الدفعة الأولى ليه تحت الأكاديمية الوطنية للتدريب. البرنامج عشان أكون شاهدة يعني بشكل حيادي كبير، فعلا بيضاهئ برامج القيادة الدولية، لأني أنا كنت في جامعة هاواي أفليت للإيست ويست سنتر، والإيست ويست سنتر هو المركز اللي تخرجت منه والدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندنا. المحاور اللي بيغطيها البرنامج المصري التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب حقيقي أقوى بمراحل، وده بكل حياد، لأنه مش بيركز على علاقات دولية بس بين بلدين باي ناشنال ماليزيا وأمريكا، لا بيركز على صورتنا الدولية، بينمي المهارات القيادية، بيطلع المصريات بالخارج على مسجدات الأمور وعلى المشاكل القائمة بشيء كبير جدا من المكشفة والأمانة والوضوح. وفعلا بنعمل مشاريع للتخرج، أو عملنا مشاريع للتخرج بتغطي أكتر من أسبكت، وبتحاول تعالج أو تطرح حلول لمشاكل قائمة. وزيرة الهجرة بتتكلم مع حضراتكم، بتجيلكوا ألمانيا؟ هي على طول، هي كمان مش بس فكرة إن هي بتعمل معانا اجتماعات دورية عن طريق الإنترنت، لكن احنا بنقعد مثلا 4-5 ساعات نتكلم في كل المشاكل، هي دايما على تواصل. فيه هي عاملة جروبات لكل جالية واتساب وبترد بنفسها. يعني على سبيل المثال كان في قرار مؤخرا لشركة القبضة المصري للطيران إن محدش يعمل يحجز تذاكر من مصر لحد مقيم بالخارج، فأنا بعت لها قلت لها يعني سيادة الوزيرة أنا عارفة إن حضرتك عارفة بمشاكل المصريات بالخارج، في طلبة هنا عايشين على إنه أهاليهم هم اللي بيدفعوا لهم تذاكر الطيران عشان ينزلوا الأجازات، مش هيقدر الطالب ده اللي جاي بمنحة محدودة أو بيشتغل في كافية عشان يصرف على دراسته إنه يشتري تذاكر ب700 أو 800 يورو،
هيحتاج ان يبقى فيه استثناء. في خلال 5 دقائق وانا لسه معايا الواتساب ردت علي قالت لي انا تواصلت مع سيد وزير الطيران المدني وهيحاول يعيد النظر في القرار علشان يسمح للطلبه. وانا ممكن اقول حاجه بس بدون حضرتك فتحت الموال ده، قضيه تعليم اولادنا في الخارج. احنا بنواجه ازمه كبيره جدا، ولادنا اللي بيتعلموا في الخارج بقى مطلوب منه النهارده انه يروح يشتغل في اماكن غريبه جدا عشان يقدر يصرف على نفسه عشان يكمل تعليمه، لان الاب او الام مهما كانت قدراتهم الماليه مش قادرين يبعتوا له الفلوس. ليه؟ لان في ليميت لكل حاجه. يعني لما تيجي تبصي مصاريف الدراسه، مصاريف الجامعه، مصاريف الاقامه، البنوك بتوفرها ولكن بتطلع الروح عشان نبقى واضحين، ولكن اكله وشربه. ابننا مش لاقي ومش قادر ابعت له اكل وشرب ومش قادر اثبت للبنك الاكل والشرب بتاعه. دي قضيه كبيره جدا بتواجه اكتر من 200-300 ألف اسره في مصر، اولادها بيتعلموا في كل دول العالم ودول مستقبل هذا الوطن، ولازم نفكر ازاي نيسر عليهم حياتهم عشان يقدروا يستكملوا تعليمهم ويرجعوا لينا بكل الاسلحه اللي تكفل النهوض بمصرنا الحبيبه. صح ولا يا دكتور؟ ده حقيقي، ده 100% مع حضرتك. مصاريف جامعه ومصاريف اقامه بيطلع عين الاسر عشان تقدر تحولها، كمان الاكل والشرب. طب الولد يعيش منين او البنت تعيش منين؟ هتنزل شهر في بار، تنزل شهر ديليفري؟ ما ده اللي بيحصل في اوروبا. وده حقيقي ده بيحصل، وفي منهم ناس يعني بيقعوا ضحيه لتجار العمل في البن علي الشوارتس، العمل في الاسود اللي هو العمل بعيدا عن النظام اللي بيحميهم بتامين صحي او تامين اجتماعي. نسيب اولادنا لكده؟ في منهم ناس اصيبوا بالاكتئاب، وفي ناس منهم حصلت لهم مشاكل وما قدروش يستكملوا. لا اسر كتير جدا بتبعت لنا المشاكل دي، محتاجين فعليا ان يبقى في استثناء للطلبه المصريين بالخارج والباحثين. دكتوره انتوا عديتوا بأوقات عصيبه جدا هنا كجاليه مصريه. وقت لما اتقتلت الدكتوره مروه الله يرحمها طبعا، عدت ازاي اللحظات دي؟ فاكراها اللي قتلها واحد عنصري جدا تقريبا عندكم في دريستن في مسجد باسمها مش كده؟ هي كانت في دريستن فعلا. والبارك اللي قدام المحكمه اللي اتقتلت جوه، لانها اتقتلت جوه المحكمه، تسمى باسمها. الجامعه عندي عامله منحه باسمها، بتبقى سنتين للماجستير عشان يعني مش عايزين ده يحصل تاني. لكن هي العنصرية عمرها ما هتختفي. التعاطي مع هذه العنصرية هو بإما التجاهل التام أو بالقاعدة الجميلة اللي عندنا في ديننا الحنيف، ادفع بالتي هي أحسن. محتاجين مننا إيه كمصر؟ محتاجين أو يعني وجوه مصرية تيجي وتتكلم عن بلادنا، يبقى نبين قدامهم إنه إحنا مش لوحدنا، لا ده في تواصل بيننا وبين المسؤولين في مصر. أنا عارفة إن السفارة بتحاول، بس الموضوع يبقى أكبر بشكل برامج تبادل زي ما قلنا قبل كده، بشكل إنه يتاح للألماني ده إنه يجي بشكل نظامي، يقعد ويتعرف على الناس في مصر ويعمل معهم مشروعات ويشتغل، والدولة تدعمنا بإنه يبقى فيه إيفنتس أكبر كل سنة. السفارة المصرية دورها إيه مع حضرتك؟ هي تعامل مع السفارة؟ من اليوم الأول لمشروع التراث الثقافي في الفضاء الرقمي كانت السفارة معايا بشكل كبير جدا. السفير بدر عبد العاطي أول ما تواصلت معاه بخصوص مشروع التراث الثقافي وإطلاق المرحلة الأولى كان يعني من أول المؤيدين، بالعكس تواصل معايا وقال لي تعالي اعملي الحدث الختامي للجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندنا في السفارة. من بعدها السفير خالد جلال هو السفير الحالي حرفيا معايا في كل خطوة في المشروع، في ألمانيا. سفير مصر في ألمانيا معايا حرفيا في كل خطوة من خطوات المشروع. لما رجعت عشان أبدأ مشروع الجمعية الجغرافية بعت له إيميل وبلغته إن أنا ببدأ مرحلة جديدة، بس دلوقتي هنشتغل على الكوادر والستاف. تاني يوم تقريبا لقيته بيتصل بيا تليفونيا بيقول لي احكي لي وصلتي لفين، الدنيا عاملة معاك إيه، في أي حاجة أقدر أعملها، في أي دعم أقدر أقدمه. فلا التواصل كمان مع السفارة ومع سيادة السفير. طموحك إيه؟ أنت سيدة عظيمة ونجحتي وعاملة مجهود عظيم جدا، وإحنا جايين لك لأننا فخورين بيكي. نفسي أشوف مصر في المكان اللي تستحقها، وانا عارفه ان احنا بنحاول، بس لو تكافلت الجهود وتكاتفت هنقدر نمشي خطوات اسرع وخطوات اكبر. عايزه التواصل يكون اعمق ويكون في اذن تسمع. احنا شايفين من بره، لما تبقى بره بتبقى شايف المشكله بشكل اوضح وبتقدر تلاقي لها حلول لانك مش بتبقى جواها. فاسمعوا لنا، اشركونا في اللي جاي، علشان احنا فعليا بنحب بلدنا ومرتبطين بيها. محمد علي كان بيبعت بعثات تعليميه لبره لاوروبا ليه؟ عشان يبني مصر الحديثه. صحيح. واحنا عشان نبني جمهوريه جديده لازم نبقى موجودين إحنا كمان فيها. إزاي نوصل بدرجة التعليم في مصر بالتعليم في أمريكا وألمانيا؟ إحنا النهاردة عندنا أكبر جامعات في العالم مفتوحة في مصر، إزاي نطورها؟ بس طبعاً مصاريفها حاجة كده ولا عايزه بالله زي ما بتقال، ولكن إزاي نوصل
بهذه الجامعات والتعليم اللي بتقدمه لاولادنا يكون مكافئ للتعليم اللي ممكن ابني يجي انجلترا او المانيا عشان يتعلمه او امريكا. اعاده هيكله النظام الاكاديمي في مصر بالكامل، وده حقيقي، والبحث العلمي في مصر بالكامل، لانه بيواجه مشكلات حقيقيه، سواء في نظام الترقيات، سواء في نظام البحث، سواء في نظام علاقة الطالب بالمشرف بتاعه، المادة العلمية نفسها اللي بقت قائمة على الكوبي اند بيست، يعني بنجيب من الكتاب ده بالظبط، ويمكن السورس اللي بياخد منه يكون سورس أصلا خاطئ ومعاه ومحتاج إعادة النظر. النقطة الثانية، احنا بقينا بناخد انه نقلك عن المصدر الأوروبي هو مصدر قوة، لا، هو نقدك للمصدر الأوروبي هو او المصدر الأجنبي هو اللي مصدر قوة، لانه لما حضرتك بتقدم منتجك العلمي بره يقولك انت عملت ايه، انت استشهدت باللي اوريدي عندي، انت ما بتقدمليش حاجة جديدة. نبدأ نعمل احنا ننتج علم خاص بينا يبين قد ايه احنا عندنا السكيلز قادرة على الرؤية النقدية، على يعني تخليق أو صناعة أفكار جديدة أو طرح يعني حلول لمشكلات أكاديمية. ده رقم 2. رقم 3 بقى فكرة التواصل. إحنا مش هنقدر بسبب ظروف الاقتصادية يبقى فيه بعثات للخارج في الوقت ده بشكل نظامي كبير يعني، ولكن على الأقل نستغل الفرص الدولية المتاحة للبعثات، نأهل اللي هيسافر ده للي هيواجهه بره، لان طبعا عدد كبير من المصريين هيبقوا عايزين يسافروا طبعا اوروبا امريكا مش عارف ايه، بس هو مش هيبقى عنده الدرع اللي يقيه من الصدمه الثقافيه اللي هيقابلها طبعاً. ويأهله اكاديميا. معظم المشاكل اللي انا كنت بشوفها في الطلبه المصريين عندي كان عندهم مشكله كبيره في الكتابه الاكاديميه، هو مش دارس كتابه اكاديميه، فلما بيجي هنا رغم انه ذكي جدا وعبقري جدا بيحس انه اقل من اللي حواليه، مع انه ممكن يكون اذكى منهم، بسبب انه ما عندوش الادوات اللي يقدر يوصل بيها منتجه العلمي. التواصل بشكل اكبر مع الجهات الداعمه بره، عشان مش بس نجيب طلبه، لا، نجيب اساتذه، زي ما انا بحاول اعمل عن طريق مشروعي، اجيب اساتذه يدربوا الكوادر دي. توحيد حتى فكره انه يبقى في نظام ابتعاث سيستماتيك قايم على اقتناص فرص الابتعاث الموجوده في الخارج والفرص التمويل. دايما مصر ان الحلول بتبقى مع حضراتكم، لان انتوا اللي احتكيتوا بالمدارس العالميه والجامعات العالميه، ودايما بتقدموا حلول سهله ونقدر ننفذها، ما فيهاش اي تعقيدات، ولكن اللي يسمع لكم، وده المهم. خلينا نتقابل في القاهره، ده مهم جدا، ونيجي لحضرتك في المنوفيه ان شاء الله، في الجامعه الجغرافيه ان شاء الله. اللي هنقدر نعمله هنعمله، بس الناس لازم تشوف الدكتوره هاله غنيم، استاذه حفظ التراث في جامعه دريسدن في المانيا. شكرا دكتوره. شكرا جزيلا لحضرتك، تشرفت. لو أسألك سؤال واضح وصريح، اتفضل. حياتك الخاصة والشخصية تأثرت بعملك لدرجة أن ممكن عملك هو اللي طاغى عليها؟ خلوني أحكي لحضراتكم حكاية. الشيخ هاشم السيد غنيم عليه رحمة الله، والد الدكتورة هالة غنيم، ما كانش بيستحمل عليها الهوى، كان أي حد يلمسها يزعقله فوراً، كان شايفها دكتورة. هو كان بيقول لهم دي الدكتورة اللي انتوا في يوم من الأيام هتتشرفوا بيها وتشيلوا لها شنطها. توفاه الله وعمرها 7 سنين. تخيلوا الراجل كان شايف ايه. المهم ان بعد سنوات طويلة جدا وحصول الدكتورة هالة غنيم على الدكتوراه من جامعة ماربك في ألمانيا، عادت إلى مصر، قابلها أخوها في المطار، وطبعا استلم منها الشنط، وفجأة لقيته بيعيط، فبتسأله انت بتعيط ليه؟ للدرجة الفرحة ان انا خدت الدكتوراه؟ قال لها لا، انا افتكرت والدنا الشيخ لما قال ان دي هتبقى الدكتورة وانتوا اللي هتشيلوا لها الشنط. تحققت النبوة. خلونا نكمل. خلي بال حضراتكم من طقوس الدكتورة هالة غنيم خلال شهر رمضان، إنها لازم تزور أهلها في مصر وتحديداً في المنوفية. وخلال الزيارة قابلناها وتكلمنا عن خطة حفظ التراث المصري. ركزوا معاها. دكتورة هالة غنيم، أستاذ حفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا، الحمد لله على السلامة في مصر. الله يسلم حضرتك. أشك إن الزيارة دي مش زيارة عمل، صح ولا لأ؟ رغم اننا في رمضان وحضرتك جاي عشان نعيش يومين اجواء رمضانيه كده، صح؟ بس اكيد في شغل، اكيد. بتعملي ايه؟ هي زياره عمل. اعترف فيها. اعترف انها زياره عمل. لعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الاقليميه، وكمان لمشروع مع جامعه دريسدن في المانيا. مع جامعه دريسدن في المانيا. ايوه. تخصصي بقى؟ في عده تخصصات. حفظ التراث،
الهندسة المعمارية، وبجانب ده طبعا في مشروعات خاصة بالبنية التحتية وإعادة تأهيل المواقع الأثرية وإعادة تأهيل بعض المباني الموجودة في مصر والمتاحف ومؤسسات الذاكرة. دكتورة، هو انت بتلاقي وقت امتى لحياتك الخاصة؟ لا، هو في طبعا work life balance، لان ده طبيعي عشان الواحد ما يحصلوش كولابس، ما ينهارش. فلا، بنلاقي يعني، هي الفكرة طريقة ترتيب الحياة العملية حوالين بقى الحياة الخاصة. يعني هي الحياة الخاصة هي قلب، هي دكور لكل ده. ليها مكان، أكيد ليها مكان، بس بحاول. أسألك سؤال واضح وصريح، فضل حياتك الخاصة والشخصية تأثرت بعملك لدرجة أن ممكن عملك هو اللي طاغى عليها؟ أقدر أقول إلى حد كبير. صح كده؟ ده حقيقي. وما منعتش تفكير في أوقات محددة؟ يعني بنقول ما تيجي كده، هي مع نفسها بقى حوار، ده انا بحكي حوار داخلي جواكي، ما تيجي نعيد تفكير في حياتنا من جديد، تعالي نشوف ايه اللي بيحصل، تعالي نخطط من جديد، ولا الكلام ده مش موجود وخلاص تفرغت للشغل فقط؟ لا باكيد يعني الجزء من المتابعه او تطوير الذات انك دايما تعيد ترتيب اولوياتك. فلا اكيد كل فتره كده بعيد حساباتي في اكتر من حاجه، بس جزء كبير من سعادتي في حياتي ان انا انجز. شغلك. مصر النهاردة بتنفذ شغل قوي جداً في حفظ التراث وإنشاء المتاحف وتطوير المناطق الأثرية والتاريخية. تقييمك للكلام ده إيه؟ وشايفة أن الكلام ده ممكن يعود على مصر بإيه؟ يعود على مصر بمليارات الدولارات، خلينا نقول. فلو إحنا مثلاً فكرنا في قرية زي شبرا ملس في محافظة الغربية وإنتاجها من الكتان، شبرا ملس، لو عملنا إحياء لطرق الصناعة التقليدية اللي كانت قديمة من عصر الفراعنة، وعملنا ما يسمى بالكرافت فيليج، الألمان عملوها، الأمريكان عملوها، بيبقى عملنا أكتر من حاجة على المستوى المحلي والاجتماعي، أهلنا عمالة من داخل القرية نفسها، ولكن كمان عملنا براندنج للمنتج المصري، وعملنا ترويج للهوية الثقافية المصرية عن طريق نحن نقول إن ده صنع في محل أو في مكان في مصر ويشتهر بزراعة وصناعة الكتان على الطريقة التقليدية المصرية القديمة. ده رقم واحد. رقم اتنين، دي لوحدها هتبيع في العالم كله. بالظبط، فكرة. ونجيب بقى لما السياح يجوا عايزين تشوفوا المصريين القدماء كانوا بيصنعوا الكتان، تعرف الراجل بتوع العجينة في المنوفية، عجينة الياسمين. فنبقى رفعنا المستوى المعيشي للناس اللي عايشة جوه القرية، وفرنا لهم دخل ثابت، عملنا صناعة محلية بتنافس على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت روجنا للهوية الثقافية المصرية وحيينا حرفة تقليدية، وده اللي بنسميه التراث الغير ملموس. وجودك في ألمانيا بيخليك تحتك بمدارس كثيرة جدا وخبرات ممكن تنقلها لنا في مصر، بتلاقي اللي يستجيب للخبرات دي؟ إلى حد كبير. أنت طبعا السيدة سهى جندي أو السفيرة سهى جندي، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، أي مبدور عظيم جداً معاكم. ده حقيقي. علماء مصر في الخارج. ده حقيقي. ولكن الوزارات الأخرى أخبارها إيه؟ إلى حد ما بنلاقي استجابة، طبعاً مش بتبقى بنفس القوة من وزارة الهجرة، لأن وزارة الهجرة معنية بشؤوننا. لكن لا، بنلاقي استجابة إلى حد كبير، بنلاقي استجابة في التعاون وكده. خصوصاً يعني أنا مش مقدرش أنكر إن وزارة الخارجية مثلاً، قطاع العلاقات الثقافية في وزارة الخارجية كان داعم جداً في بدايات مشروع التراث الثقافي الفضاء السيبراني، فما أقدرش أنكر إن هم إلى حد كبير كانوا على يعني على أحسن ظنوننا بيهم. إمتى بقى الدكتورة هالة غنيم ممكن تفكر في العودة لمصر والانضمام لأحد الجامعات الكبرى وتضيف كل خبراتها للجامعات المصرية؟ عندي تارجت وهو تحدي من ايام الدكتوراه، انه ابقى انا درست في النظام التعليم المصري والنظام التعليم الامريكي، وفكره انه ابقى استاذ او احصل على لقب استاذ دكتور في النظام الاكاديمي الالماني هي من اصعب التحديات. فانا واخده تحدي وعهد على نفسي اني مش هرجع مصر الا لما اخد درجه الاستاذيه في النظام الالماني، لان ده وعد انا قطعته على نفسي قدام مشرف الدكتوراه بتاعي اني هبقى، لانه من اصعب الانظمه، ده بالنسبه لي تحدي. فانا قابل التحدي ده، وفي الحاله دي كمان ما بقاش راجع مصر وانا ما معيش كل الاليات. انا لازم يبقى معايا كل الاليات اللي اقدر افيد بيها بلدي، لانه لقب بروفيسور دكتور بيفتح ابواب كتيره جدا في اوروبا. الدكتورة هالة غنيم أستاذ مساعد علوم الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا. الرابط على درجة البروفيسير أو الأستاذية، وده جهد
وشاء سنين من المذاكرة والاطلاع والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتنفيذ المشروعات الثقافية المهمة اللي العالم كله بيهتم بيها. وبالمناسبة الدكتورة هالة غنيم طموحها بلا حدود وأجمل لحظاتها وهي بتنقل خبراتها لطلابها، ربنا يوفقها في حياتها. الدكتورة هالة غنيم أستاذ مساعد علوم الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا قالت لنا أنها تتواصل بشكل كبير جداً مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج من خلال الوزيرة شخصياً السفيرة سهى جندي، بشكل مستمر دايماً بتتواصل معهم وتسأل على أحوالهم، ولو في حدث مهم في حياتهم بتسافر فوراً عشان تشاركهم هذه الأحداث. وخلي بالحضراتكم زي ما الدكتورة هالة غنيم بتتفاخر إنها مصرية بلد التاريخ والأثار، إحنا كمان بنتشرف بالدكتورة هالة غنيم أستاذ حفظ التراث المرموق في أوروبا وأمريكا. نشوفكم بكره.